بيب. السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين بالحلقه الاولى الفعليه من برنامج فيلم خانه. وبهذه الحلقه راح نحكي عن افضل وارهب خمس شخصيات طلعت بمسلسلات سيت كوم من وجهه نظري ورايي الشخصي. ولاحظوا اني قلت سيت كوم بس، يعني ما راح نشوف فولتر وايت او توماس شيلبي وذا بيكي بلانترز وهاي السوالف، لا سيت كومز. I'm a sitcom guy. وأنا لا فيلمر ولا ناقد ولا شيء، مجرد مشاهد شاف شخصيات مسلسلات وعجبتها الشخصيات. فيلا نبدأ. وعشقت السيما، تاريخي عربي أجنبي حديثة أو قديمة، كل المطلوب إنك تعرف تحكي حدوتة من كان يا مكان لحد كلمة توتة توتة. رقم 5 رون سوانسون من مسلسل باركس أند ريكريشن. هاي الشخصية تعتبر حرفيا مثال للرجولة والصلابة والمنهود. ولحظة، أنا ما أحكي عن ألفا ميل أو جنتلمان اللي تجذب النساء ورقيقه يجيب، لا لا، رجولة وفحولة أنا قاعد أحكي. من شوارب وتسريحة شعر اللي ما يغيرها، ستايل اللبس مالته، شراهته بأكل اللحوم، وإضافة لكونه شخص حرفي واشتغل بالنجارة وصناعة القارب وهالأشياء. وبالمناسبة الممثل نيك أوفرمان هو صدق يشتغل بالنجارة بالحياة الحقيقية ومحترف بيه. فكل هالعوامل اللي حكيتها هسا وغيرها تخلي رون سوانسون هو مثال للرجولة الخشنة بمسلسله. وشغلة ثانية تميز هالشخصية إنه هو يؤمن بالرأسمالية وضد الاشتراكية وفكرة وجود الحكومة مؤسسات الدولة. وبنفس الوقت هو يشتغل مدير قسم بدائرة حكومية يعمل من عرين عدوه. ومن هاي الفكرة بحد ذاتها تطلع هواي كوميديا، وشون هو أصلا ما معترف بالحكومة ولا بشغله، مطلع الوضع كله بس يجي دام على مود الراتب. رقم 4 بارني سبنسن من مسلسل هاو اي ميت يور ماذر. وطبعا هاي الشخصية ما نقدر نحكي عليها بدون ما لا لا اوكي اوكي خلي ارجع طبيعي. اوكي، شخصية بارني انا قدرت القى لها تصنيف انا اخترعته، وهو كلاسي فك بوي. اي سمعتها صحيح، كلاسي فك بوي. كلاسي لانه هو دائما سوت اب ولابس قاط وجنتلمان بتصرفاته والسوالف ودائما انيق. وبنفس الوقت هو دائما فك بوي وابو بنات ويحاول يصير لوتي ويحصل على البنات وهالشغلات. فطلع لنا هذا الكومبينيشن بارني ستانسون كلاسي فك بوي. بس ما مو كل الشباب اللي عندك كلاسي وراقين تشي تصرفاتهم مع البنات. وجهة نظر. نيل باتريك هاريسون الممثل اللي سوى شخصية بارني هو بالحياة الحقيقية صدق محترف ألعاب خفة وماجيك تريكس، وحتى يعني عنده كتب تعليم ألعاب خفة للأطفال هو مؤلفها. ولهذا السبب الكرييترز مال المسلسل أضافوا على شخصيات بارني كونه محترف بالماجيك تريكس مثل ما شفنا بهواي حلقات. شخصية بارني كانت محبوبة ومهمة كلش بالمسلسل، والكتاب وفقوا بكتابة أوريجين ستوري أو أصول شخصية بارني تتناسب ويا شخصيته، ويطلع أنه هواي لحظات كوميدية ومؤثرة بالمسلسل. رقم 3 تشاندلر بينك من مسلسل فريندز، AKA ملك السركازم. أوه أوه شكرا، أكيد هسه أمي وأبوي وأهلي كلهم فخورين بالإنجاز اللي لقد وحققته. شكرا. ترى باقي دائما سركازتي وانتو دائما عبالكم اني سركازم مو حقيقي. شخصية تشاندلر عن صدود كانت من الشخصيات اللي أثرت بي شخصياً. أنا كنت قاعد أباع فريندز وكنت دائماً أتمنى إنه أصير مثله، وكنت دائماً أعطي تعليقات ساركاستك تهكمية بكل المواقف، بس كنت دائماً أنتهي بأنه أعطي نكت سخيفة وما حد يضحك وأحرج نفسي وصير موقف كرنج. تشاندلر ما نقدر ننكر شقد إنه كان شخصية مهمة وضحك بفريندز، وقدم لنا واحدة من أحلى قصص الحب بالمسلسلات وهي مونيكا. ماثيو بيري الممثل اللي قدم شخصية تشاندلر لازم شوية نوقف عند حياته الشخصية ونذكر مشكلته ويا الإدمان. اي نعم، كان يعاني من إدمان مخدر اسمه الفيكودين، واضطر إلى أنه يروح بسنة 97 لبرنامج إعادة تأهيل حتى بس يتخلص من هذا الإدمان. وهذا الإدمان هو السبب اللي كان يخلينا نشوف تشاندلر بوزن مختلف بين كل موسم والثاني. بموسم نشوفه ضعيف وصغير، الموسم اللي وراه تلقاه صار سمين وعجوز شكله. ووراها استمرت معاناته ويا الإدمان، وقام يدمن أصلا مخدرات ثانية، وحتى قام يأثر هذا الشيء على ذاكرته لدرجة انه هو يقول انه ما يتذكر اصلا ايام التصوير مال مسلسل فريندز، ويقول انه بس يتذكر كم فلاش باكس من ايام تصوير الموسم الثالث. بس اخر شو قدر يتخلص من هذا الادمان، وحاليا وعنده فد شيء مثل المركز الصغير مال اعادة تأهيل يساعد بيه الناس المدمنين على المخدرات. لكن بغض النظر عن الحياة الشخصية الممثلة او حياته الخاصة معينة بيها، شخصية تشاندلر اللي شفناها على التلفزيون كانت صدق رهيبة وتستحق لقب ملك السركازم او التهكم. رقم 2 شيلدن كوبر من مسلسل ذا بيج بانج ثيوري. شخص عنده معدل ذكاء واي كيو يساوي معدل ذكاء اينشتاين وستيفن هوكينج، بس عنده صعوبه بالتواصل الاجتماعي وفهم وتقبل النكات والتهكم والتعبير عن المشاعر.
هذا هو وصف شخصية شيلدون كوبر وفقا لويكيبيديا. بس بعيدا عن كلام ويكيبيديا، هاي الشخصية صدق من أروع وأندر الشخصيات اللي قدمت على التلفزيون، وهم زين وقدروا يلقون ممثل رهيب مثل جيم بيرسنز حتى يأدي هاي الشخصية، لأنه حرفيا هي شخصية صعب إنه ممثل يأديها، من حركات جسمه وتعابير وجهه إلى طريقته الغريبة والسريعة بالكلام واللاينات الطويلة كلش اللي كان لازم يقولها. مثال بسيط على هذا الشيء. Oh, it's very simple. Scissors cuts paper. Paper covers rock. Rock crushes lizard. As it always has, rock crushes scissors. والممثل من هالقد ما كان رهيب بأداء الشخصية شيلدون فاز بطن جوائز عن أداء لهاي الشخصية، وبسنة 2018 كان الممثل التلفزيوني الأعلى أجرا عن أداء الشخصية شيلدون. مسلسل The Big Bang Theory أنا مسوي عنها قبل فيديو كامل على القناة، لكن فعلا لما تجي تباع الصورة الكبيرة راح تلقى ان المسلسل كلها كانت قائمة على شيلدون كوبر، واستحقت بجدارة انه يسوون سبين اوف يونغ شيلدون اللي تحكي عن طفولة شيلدون. معلومة مو ضرورية ولا مفيدة، اسم شيلدون كوبر الكتاب اختاروه على شرف اسمين الممثل شيلدون لينارد والعالم الفيزيائي ليون كوبر. باختصار شخصية شيلدون كانت رهيبة كلش، وصدقني راح ترتبط بها اذا تابعت المسلسل. رقم واحد راح يكون مناصفة بين مايكل سكوت، دوايت شروت وجيم هيلبرت من مسلسل ذا اوفيس. اوكي بهالمرحلة ما قدرت تختار وحدة من هاي ثلاث شخصيات الرهيبة من مسلسل ذا اوفيس، فقررت ان احكي عنهم ثلاثتهم بسرعة. جيم هيلبرت هو كان الشخصية المثالية بالمسلسل، هو كان شخص عادي كول، هو مجرد شخص عادي يشتغل بوظيفة عادية ويلبس ملابس شغل عادية وعنده حس فكاهة عادي، وهو هذا اللي يسوي الشخصية المثالية ان هو شخص عادي مثلنا. واهم ميزة بيه هي هاي النظرة. وطبعا ما ننسى قصة حب الخرافية الشقاقية ويا بام، وشون تتطور علاقتهم بعدين تقدم لها بانزين خانة وشغلات الشقاقية تصير. جون كراسينسكي هو الممثل اللي أدى دور جيم، ولما شفت كم لقاء إلا لاحظت إن هو بالحياة الحقيقية جيم هيلبرت بتصرفاته وطريقة حكي، فنقدر نقول إن واحدة من أسباب نجاح هاي الشخصية مال جيم هو الممثل اللي أداه. معلومة مو ضروري على السريع، على اللقطات اللي تطلع بداية الانترو مال ذا أوفيس جون كراسينسكي هو اللي مصورهن بكاميرته. دوايت شروت الشخصية العملية اللي قد يبين لك انه اهم شيء عنده مصلحته، بس بنهاية المسلسل راح تكتشف انه دوايت هو كان افضل صديق بالاوفيس. دوايت شخصيته مشابهة الى حد ما لشخصية شيلدون، بس الفرق بينها انه هو مو عبقري لكن عملي يريد بس يشتغل ويستفاد. باختصار شخصية دوايت كانت رهيبة ويونيك، وكانت تستحق انه يسوون عنها سبين اوف عن حياته ورا ذا اوفيس او على الاقل عن طفولته، بس ما اعرف ليش ما سوى. وهسه نجي للكينج الملك الظلم الworld's best boss مايكل سكوت. مايكل سكوت من وجهة نظري هو أطيب وأرهب شخصية قدمت على التلفزيون، ومستحيل بعد أوفيس وما تحبه وتتعلق به. هو الشخص الكبير الطيب اللي يحب الكل ويحاول دائما يصير فاني ويضحك، بس غالبا ما يصير كرنج ويحط نفسه بمواقف أكورد. وبصراحة ما أعرف بعد شنو أقدر أضيف وأحكي عنه غير أنه هو كان شخصية رائعة. اوكي عندي رأيي بخصوص مايكل سكوت يمكن يكون مختلف شوية، وهو انه صدقوني اذا كان مايكل سكوت شخصية حقيقية بحياتنا الواقعية فكنا راح نكرها ونتجنبها ونضحك عليها، لانه هو الشخصية الكرنج اللي يحاول دائما يصير يضحك ويبالغ بهذا الشي شوية، واذا تفاعل وياك وهو قاعد يحاول يصير يضحك فصدقني راح تتجنبه، لانه هي هاي الحقيقة المرة. بس بما ان احنا قاعد نحكي عن شخصية تلفزيونية طالعة بمسلسل ما نتفاعل وياها، فمايكل سكوت يفوز كافضل شخصية طلعت بمسلسل سيت كوم من وجهة نظري. وبس اعزائي المشاهدين، هاي كانت ارهب وافضل خمس شخصيات طلعت بمسلسلات سيت كوم من وجهة نظري. اكتبوا لنا بالتعليقات بالنسبة لك من هو افضل شخصية تلفزيونية، واذا عجبتك حلقة دسنا لايك سبسكرايب وشير، وهاي شكرا لحسن استماعك. You jump to the right and you shake a hand, and you jump to the left and you shake that hand. You meet new friends, you tie some yarn, and that's how you do the scorn. You jump to the right and you shake a hand, and you jump to the left and you shake that hand. طبعاً هاي الشخصية ما نقدر نحكي عليها بدون ما. أوكي هاي كافي خرب يومك. خرب يومك قدر له.